بأن مكان متسع كيتسع معك الألف ميتو طول وعرض وخاوي، والجماعة ما بغاش دير لنا مسجد. راه اللهم إلا هذا منكر. جمعات صغار كنجمعوا فيهم هذا راه لا يمكن ولا يعقل في بلاد الديمقراطية وبلاد المسؤولية وبلاد الناس اللي باغا تزيد لقدام. سيدنا الله ينصرو أنه سماها مدينة الرحمة، مدينة حضارية. باقي الآن كنشوفوا هاد البهيمة هما قدامنا. وحنا دابا الآن جاو الإخوة باش نتشكاو لهم على هاد الضرر اللي كنعانيوه، واحد الضرر كبير كنعانيوه بالنسبة لهاد الريزو اللي كيتحط لينا بلا موافقة تاع الساكنة. لأن كيجي الإنسان حتى كيحط الريزو بلا ما كيتشاور مع الناس اللي كيحيطوا بهاد المكان. بالنسبة حنا الساكنة تاع الرحمة كنحيطوا بهاد المكان، وكاينة مؤسسة اللي هي محمد الوديع، فأطفال تقريبا يبلغ من 1000 طفل كيقرا في هذا المستوى، وباقيين دراري صغار، وبين غيديروا لنا هذا الريزو اللي كاين هنا. وهو كنسمعوا في جميع العالم، نواحي العالم، كيقولوا بان الريزو كيأدي باش يبعدوه من الساكنه هما وكيقربوه للساكنه. اذا حنا كنشكيو هذا الضرر للسلطات بصفه عامه، لا القياده لا الجماعه لا الناس المسؤولين اللي كيحيطوا بهذا الشيء. كنطالبوهم وكنناشدوهم باش يحاولوا يشوفوا هذا المشكل اللي كنعانيو منه وكيعانيو منه الساكنه. راه كل الساكنه كتشكى، بدلوا لنا ريزو اخر وتشكينا وحيدوه، بان ما جابوا ثاني نفس المكان اللي كنا درنا عليه احتجاجات ووقفات، نفس المكان جابوا داروا ثاني داروا بغاو يديروا الريزو. حنا كنطلبوا من السلطات بصفه عامه وكنوصلوا للمسؤولين الكبار باش ينتبهوا لهذه المساله. راه حنا كنعانيو جميع الساكنه كتعاني. بنزين كاينه رائحه تاع هذا الواد الحار اللي كاين هنا في مقابل وسط الساكنه بسمه تاع الرحمه كامله. كاين واد حار كيعطي رائحه كريهه، لا بالنسبه للتلاميذ لا بالنسبه للساكنه كلها، راه كتعاني وكتشكى. تقريبا كان تقريبا 11 سنه وحنا كنتشكاو من هذا الواد الحار وما داروا منه والو. كاين الخلا هنا، بينما باش يديروا لنا جامع اللي حنا ما عندناش جامع. يا مسؤولين، حنا ما عندناش جامع وسط مدينه الرحمه. الرحمه جوج ما كاينش فيها مسجد، من الرحمه كلها رحمه جوج ما كاين فيها مسجد. وكاين اتساع تاع الجامعه هو وتابع للجامعه. كنتناشدوهم باش يديروا لنا مسجد باش نعانيو حنا دايرينها جمعات صغار كنتجمعوا فيهم هذا راه لا يمكن ولا يعقل في بلاد الديمقراطيه وبلاد المسؤوليه وبلاد الناس اللي باغا تزيد لقدام. حنا كنناشدوا هاد المسؤولين باش يشوفوا لنا هاد المساله، لان بزاف من المسائل كنعانيوها. الله يجزيهم بخير، راه الساكنه كلها كتشكي. وكنوجهوا بصفه عامه للسلطات ولا حنا بخصوص حنا خاصنا نتعاونوا معاهم باش هاد المسائل ما تكونش، باش ما يكونش ضرر لا على وليداتنا وليدات الجيل اللي جايين. وهما تما راه عندهم وليدات خاصهم يعانيوا كما كيشوفوا وليداتهم باش ما يضروش، حتى حنا وليداتنا ما خصهمش يضروا. وكنطالبوهم بان مكان متسع كيتسع معك الالف ميتو طول وعرض وخاوي، والجماعه ما بغاش دير لنا مسجد. راه اللهم ان هذا منكر. من جينا وحنا كنطالبوا كان المسجد عندنا وحيدوه لينا وبدلوا لنا مكان اخر. حنا كنطالبوا السلطات باش دير لنا المسجد هنا قلبوا تجمع الساكنه وما تبقاش تخلي الساكنه مفرقه. الله يجزيكم بخير. كنطلبوا هذا الشيء، راه ما ضر عندنا وليدات صغار. ومشينا درنا شكايه للسيد القائد وصيفط المقدميه وما داروا والو، وعاود راه باقي الوقت كما عليها، كيبقاو خدامين حتى 10 ديال الليل، كيجيو الشمكاره ريحه مخانزه، الهضره الخاسره كنسمعوها احنا ووليداتنا. هذا الشيء عندنا فيه مضره بزاف. كنطلبوا من اللي عنده الامر على هذا الشيء يدير لنا حل. هذا الشيء ما يبقاش، هذه بلادنا، حيدوهم من اللي جاو كراو هنايا ولاو خارجين برا. الوليدات عندنا الحساسيه راه مرادين، الوليدات راه مرادو. السيد اللي معنا في البروميين تا هو باغا يبيع كاع، باغا يزيد من هنا، مابقاش باغا يستقر هنا، باغا يزيد. نطلبوا غا يحيدوا لنا ينقوا لنا الدنيا هنا، ما بقاش لنا هذا الزبل هنايا. سيبوا وليداتنا فين يلعبوا، ما يسيبوا فين يتحركوا، ما يسيبوا فين يدوروا، ما يسيبوا. مدينه سيدنا الله ينصرو انه سماها مدينه الرحمه، مدينه حضاريه. باقي الان كنشوفوا هاد البهيمه هما قدامنا، هاد الحمير والدحوش وجميع الكلاب والضاله كلها كاينه هنا. شوف تقريبا 500 معطي 50 حمار هنا، وشوف لي مع ثلاثه ولا اربعه. راه هذا اللهم ان هذا منكر. الله يهدي هاد المسؤولين والله يوفقهم، ندعو معهم الله يوفقهم ويعينوا باش يكونوا قدوه باش نكونوا مثاليين في العالم كامل. ولكن هاد الناس الله يعاونهم ما كيعاونوناش. الله يهديهم ويهدي الجميع.